بنتي بنتي طيبة جدا، بس في قوة عليا مسيطرة عليها، هي ماشية يعني كلها ربنا يصلح الأحوال بإذن الله. خلصت المشاكل ولا لسه؟ بإذن الله بإذن الله بدعواتك. إن شاء الله كل حاجة تخلص. لا يعني ربنا يصلح الأحوال بحق يا رسول الله. ربنا أنا أطلب إن ربنا يحب ولادي ببعض ويتفضل علينا، يعني ولادي يحبوا بعض وذريتي تحب بعض، ما لأني مكتوب على سنة حياة الفرقة. يعني زمان أنا وأخويا كنا بننام في سرير واحد، كبرنا بقى هو في السرير وأنا في السرير، اتجوزنا بقيت أنا بيت وهو بيت، تاخد بالك بقى ولاد عم ولاد خالة قريبي. ولذلك أنا بحب الصعايدة والفلاحين قوي، ما فيش حاجة اسمه إنه هو ده بقى مستشار وده بقى دكتور والتاني قاعد في الغيط، لا احترموا بعض جدا. يعني قريبي وقاعد في الغيط وده مستشار أو دكتور أو يعني شخصية مهمة، بيحترم قريبه اللي قاعد في القرية زي ما هو. فأنا بحب ال يقول لك ولد عمي ولد خالي، يعني اذا كان من ناحيه امه يقول لك ولد خالي، ما بقولش لا قريبي، يعني ممكن ابن عمه فين بقى شوف يقول لك ولد عمي ولد خالي، ما بعد يعني من ناحيه والدته او من ناحيه ابوه. فندعو الله إن سبحانه وتعالى نحب بعض ويحفظ بلدنا من كل سوء وينصرها نصرا مؤزرا.